باسم مكتب جمعية التضامن والتنمية العاملة بالدوار ديال سابع واري. نتقدم أولا بالترحيب بالإخوان ديالنا ممثلي المنابر الإعلامية المحلية المتمثلة في جريدة تازا أونلاين وجريدة تازا 24 وجريدة النهج الديمقراطي وجريدة آراء فرنسا. دوار مهمش دوار يعني تم الإقصاء ديالو يعني من الستينات إلى حدود اليوم. سجلنا مجموعة ديال المطالب اللي وردت تما في واحد المذكرة مطلبية، وكنا أرسلناها للجهات المعنية على رأسهم عامل الإقليم وكذلك رئيس الدائرة ديال تازا، باعتبار أن الدوار كينتمي للجماعة ديال الدمان والجماعة ديال الدمان إداريا تابعة للدائرة ديال تازا، وكذلك في لقاءات متتالية مع رئيس الجماعة القروية وبحضور المصالح الخارجية كلها، يعني المكتب الوطني للكهرباء، المكتب الوطني للماء الصالح الشرب، المندوبية الإقليمية ديال الصحة ولا النيابة ديال التعليم، المصالح ديال العمالة، كذلك الوكالة الحضرية، المندوبية ديال وزارة السكنة والتعمير، يعني تحت الإشراف ديال الكاتب العام ديال العمالة. كانت واحد تقريبا واحد الربعة ديال الاجتماعات اللي كان فيها المطلب الأول متمثل أساسا في أن هذا الدوار خصو يترفع عليه يعني للتهميش، وخصو يتم الاعتناء به، والمدخل الأول باش يتم الاعتناء به كنا اقترحنا أو طلبنا إعادة الهيكلة ديال الدوار، إحداث مرافق حيوية للساكنة من قبيل واحد المركز الصحي، واحد المدرسة ابتدائية، كذلك واحد المرفق ديال الشباب، فضاء ديال الشباب، كذلك المسألة ديال الواد الحرب، يعني شبكة ديال الصرف الصحي. دوار قلت اللي فيه ما يناهز 2500 ديال السكان، ولكن ما فيهش شبكة ديال الصرف الصحي، مما كيعطيني انعكاسات بيئية خطيرة. كانت وعود من أجل أنه يتم الإصلاح ديال الطريق. بالنسبة للطريق يعني هذا الإشكال ديال الطريق كنعقلوا أننا من الستينات هاد الطريق ما تمش ولو وضع يعني شي 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 برنامج ديال التقوية ديالها وديال الإصلاح ديالها. تلامذ صغار في الابتدائي كيمشيو حتى لعباس المسعدي، كيمشيو للنور، لا عفوا لبني مريم، كيمشيو لبنو طوفين، تلميذات كيمشيو لعلي بن بري، بنو خلدون، عمر الخيام، قلت العاملات كيخدموا في الحي الصناعي في القطاع ديال النسيج وفي قطاعات عديدة كيمشيو على رجليهم. يعني الأيام ديال الشتاء كاين مشكل ديال الشتاء، يعني أن الطريق الوليدات يعني الأمهات والآباء الولاد الصغار اللي كيمشيو للمدارس يعني ما كاينش الطريق، ما مصوباش ترونسبور، ما كاينش الضو، ما كاينش الناس كيبغيو يبنيو بشكل قانوني، ولكن ما كاينش تصميم تهيئة، شكون يعطيهم تراخيص؟ ما كاينش اللي يعطيهم الترخيص باش يبنيو بشكل قانوني، مع اخراج تصميم التهيئه لحيز الوجود باش يسمعوا الناس يبنيو بشكل قانوني. هذه واحد. جوج، الناس سجلنا على المجلس القروي هو انه في الاونه الاخيره اعطى اكثر من 200 رخصه لمجموعه المواطنين والمواطنات باش يدخلوا الدور الديور ديالهم، اكثر من 200 رخصه، 286 رخصه تعطات للمواطنين. المواطنين يعني كياخذوا الرخصه وكيسويوا الوضعيه ديال معدل الضوء، ولكن المكتب الوطني للكهرباء يمتنع الى حدود اليوم يعني الربط ديال هذه المنازل بالتيار الكهربائي. وراسلنا عامل الاقليم وكنقولوا واك واك يا عباد الله، خصك الدخال من اجل اولا توفير البنيات التحتيه، من اجل توفير الخدمات الاساسيه، من اجل توفير على الاقل ما يسمح للسكان باعتبار هذه المنطقة قريبة للمدينة. مدرسة ابتدائية، ملي كنقولوا المدرسة كنقولوا ودي راه 2500 ديال السكان فما فوق، عندنا واحد العديد ديال التلاميذ والتلميذات صغار ابتدائي كيتقسموا بين المدارس. كذلك مركز صحي السكان، وزارة الصحة جات ودارت واحد المركز صحي جهة المدرسة، هذه تقريبا 4 سنين ولا 5 سنين ما جهزاتوش، ما وفرت له موارد بشريه، بقى لمده 3 سنين، لمده 4 سنين ولا 5 سنين وهو خاوي، اصبح دابا
بحال الاطلال. كذلك سيارات الاجره الصغيره والحافله ديال الفوغان. سيارات الاجره الصغيره عندنا البلاكه ديال 60 هنا، بامكان الطاكسي توصل حتى 60 كما كتوصل لوفوالي، توصل لهنا لان الطريق قبيحه، وهذاك الطريق من 60 الفوق راه في مسؤوليه المجلس البلدي ماشي في المجلس القروي. من المفترض هذا الطريق من السواسونط من هنا من الطارو اللي كاين هنا حتى الاتقدا، وهذاك راه في مسؤوليه المجلس البلدي. المجلس البلدي خصو يصاوب الطريق، خصو يصاوب الطريق تكون مزيانه، وخصو يقاد ويعطينا الاضاءه ديال الشارع العمومي، ويسمح لبتي طاكسي باش تخرج، ويرخص الفوغال باش يخرج، لان فوغال يخرج مثلا في مناطق بعيده، ولكن هذه منطقه ما قريبه، راه بحال اللي طالع للقدس واحد غادي يجي لهنا. وراه في اتصالات ورسلنا الاداره ديال الشركه ديال فوغال، قال لك حنا ما عندنا حتى مشكل، شريطتها ان المجلس البلدي يرخص لنا. كذلك الشباب، حنا عندنا هنا في هذه المنطقه العديد ديال الشباب، يعني الشباب في واحد السن خصو فضاءات، فين يفجر الطاقه ديالو، فين يدوز الوقت، فين يرفع على راسو، فين اذا كان منطقه قد هذه فيها وما فيهاش واحد الفضاء ديال الشباب، دار الشباب او شي حاجه من هذا القبيل، اللي يقدروا الناس على الاقل الشباب ما ينحرفوش، ما يمشيوش يتعاطوا للمخدرات، ما يمشيوش يتعاطوا للامور قبيحه، يعني غادي تجعلهم على انهم يكونوا كيحسوا بانهم كاين الاعتناء بهم، كاين فضاء كيلعبوا فيه، ما كاينش. بالعكس دابا كيبغيو يلعبوا غير الكره، غير الكره، راه كاين تيو يلعبوا الكره، كيجي القايد كيحفر لهم التيران. هي التيران كانوا كيلعبوا فيها هنا لتحت، هادو ولاد الدوار هنا كانوا كيلعبوا. جات السلطه يعني بامر من الباشا ديال تازا والقائد ديال المقاطعه الثالثه، وجاو حفروا داك السطاد اللي كانوا دايرينه، سطاد شعبي كيلعبوا فيه الدراري، حفروه. اذا هذا اعتداء على الحق في الترفيه، الحق في اللاعب، الحق في اذا الى هاد الشباب ما غيلعبوش الكره، ما عندهمش فين يلعبوا، ما عندهمش فين يديروا المسرح، فين يديروا مثلا الفن، فين اذا شنو هذا؟ راه غادي هو غادي يكون السبيل ديالهم انهم ينحرفوا، وهذه راه كنلاحظوها، وراه الناس يعني كنقولوا راه السبيل لانقاذ ولاد المنطقه هنا هو انهم خاص يندار فضاء ديال الشباب. كذلك واحد المساله مهمه اللي حنا سجلناها هو ان حنا هذا الدوار عنده خصاص في الماء. ملي كتجي الصيف عنده واحد المشروع ديالو ديال التمويل ديال الساكنه بالماء، مشروع مصوبه الساكنه، ولكن ملي كيجي الصيف كيقلال الماء، ومني كيقلال الماء الجمعيه ديال التضامن والتنميه، كاينه جمعيه ديال الماء سميه جمعيه الدوار ساب الوري للماء الصالح الشرب، دارت طلبت انها تبرم اتفاقيه مع المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء، وبرمت هذه الاتفاقيه ووقعها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب فاس، ووقعها رئيس الجماعه، ووقعتها الجمعيه، وقع سميتو العميل ما بغاش يوقع هذه الاتفاقيه، العميل كيحرم الساكنه من الماء، ما بغاش يوقع هذا الماء، في حين ان هذه اتفاقيه ديال الشراكه مع لونيب اللي غادي تسمح ان لونيب يعطي الماء لمن للجمعيه، وهذاك الماء غادي يكون واحد الوقيته كنسمعوا في التلفازه وكنسمعوا في الاخر وكنسمعوا في الجماعه وكنسمعوا في العماله كيقول لك اودي بان راه غادي نديروا التمديد ديال القنوات ديال الماء الصالح للشرب حتى لكلدمان. دابا هاد الدوار كاين الماء الصالح للشرب راه كاين هنا، ولكن اتفاقيه الشراكه العامل الاقليم رافض يوقعها، علاش؟ ما عرفناش علاش، ما عرفناش شنو هي الخلفيات ديال عامل الاقليم، ما بغاش يوقع اتفاقيه شراكه ديال الجمعيه مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب باش الناس يتزودوا بالماء.
الصالح للشرب، اتفاقية الشراكة. فوقاش دخلت عند عامل الإقليم، دخلت عند عامل الإقليم في شهر 7 العام اللي داز 24/6، ودابا رانا هاد اليوم رانا في 7/7 عام وزيادة، واتفاقية الشراكة مازال ما توقعتش. إذن هذا واش ماشي حرمان ديال هاد الساكنة؟ واش هذا ماشي انتقام من هاد الساكنة؟ واش هادو ماشي مغاربة؟ واش هادو كتحتاجوهم في الانتخابات في الوقيته اللي كتبغيو الانتخابات؟ كتجيو عند المواطنين وتقولوا لهم خصكم خصكم تسجلوا في اللوائح الانتخابيه، خصكم ترشحوا، خصكم تصوتوا، ولكن مقابل الحقوق الاساسيه اللي كتضمنها لا المواثيق الدوليه ولا القوانين المحليه ما كيتمش احترامها. اذا حنا كنطالبوا عامل الاقليم باش الافراج على الاتفاقيه ديال الشراكه مع لونيب، التوقيع ديالها من اجل التنفيذ ديال هذه الاتفاقيه باش الناس يشربوا، لان الناس محرومين من الماء هنا في الدوار. وجابوا لنا جات الاجهزه الدي اس تي، وجات لا ار جي، وجات لي جوندار، وجاوا القوات المساعده، وجا رئيس الدائره، وجا القايد، وجا قلنا لهم يا ودي حنا بالنسبه لنا هاد المواطنين يطالبون فقط بان هاد المطالب خاصها ترعى بعين الاعتبار، خاصها تحقق، خاص تاخذوا بعين الاعتبار يعني المطالب ديال هاد المواطنين.